والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي قطب أستاذ المناخ. دكتور رحب بك معنا في هذه التغطية الإخبارية. بداية بعد التحية، يمكن بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على العديد من دول العالم، أيضا العديد من الدول يعانون من موجات حر وجفاف وحتى فيضانات، كيف تقرأ كل هذه التغيرات المناخية دكتور علي؟ يعني هي في الحقيقة طبعا لها سلبياتها، وده بتجبر العالم أن يقف صف واحد لمواجهة التغيرات المناخية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن احنا في خلال هذه الفترة الوجيزة من المناخ بنستشعر تغيرات مناخية لها أثار سلبية على الكرة الأرضية والعالم أجمع، وبالتالي ما بال الأجيال القادمة والسنوات القادمة ستشهد ما لا يحمد عقباه. وبالتالي أنا أرى أنه يجب على كل هذه الدول وخاصة الدول الصناعية الكبرى والدول المصدرة للانبعاثات الكربونية أن يكون لها مواقف إيجابية من خلال مؤتمر كوب 27 القادم الذي سوف يعقد على الأراضي المصرية، وأن يكون لديها مشاركة فعالة مع الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية في أفريقيا وآسيا، بأن هذه الدول تنال أكبر قدر من التمويل المالي اللازم لمواجهة التغيرات المناخية والآثار السلبية الناتجة عنها. لأن طبعا الدول وأنت تلتزم بهذا الاتفاق المالي، يمكن أتحدث هنا عن الدول الكبرى دكتور علي. طبعا ما أنا بتحدث عن الدول الكبرى، الالتزام المالي لدفع التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية. يعني احنا لدينا في جمهورية مصر العربية مشاريع استثمارية صديقة للبيئة بتحتاج تمويلات كبيرة جدا من المال، وبالتالي لمواجهة التغيرات المناخية. واحنا لسنا يعني مصدرين للانبعاثات الكربونية بالقدر الذي نتأثر به، وبالتالي يجب على هذه الدول المشاركة الفعالة اقتصاديا في التمويل الضروري واللازم ليس لمصر فقط ولكن لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل، على أساس أن هذه الدول تحتاج تمويل كبير جدا لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استخدام طاقة صديقة للبيئة، وهي سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة التحليل الكهربائي لاستخراج غاز الهيدروجين باستخدامه في الطاقة. لأن طبعا هي هذه الأمور أمور مكلفة جدا 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 ومحتاجة استمرارية في التمويل والمشاريع الاستثمارية الخاصة بهذا الموضوع. ولذلك يجب أيضا على كل مواطن على أرض مصر أن يكون هناك ترشيد للاستهلاك في الطاقة، ترشيد للاستهلاك في ندرة المياه واستخدام المياه، أيضا ترشيد في المخلفات الغذائية، أن يكون هناك قدر من الوعي البيئي بهذه التغيرات المناخية وما سينجم عنها في المستقبل، كما هو في أوروبا أيضا. يعني أوروبا تأخذ إجراءات احترازية في مواجهة التغيرات المناخية بعدم الاستحمام على يعني أو عدم استخدام المياه بدرجة كبيرة، وندرة المياه الموجودة سواء كان في الصين أو في أوروبا والدرجات الحرارة المرتفعة، يجب مواجهة كل هذه التغيرات يعني محليا. دكتور علي عفوا عن المقاطعة في هذه النقطة بالتحديد، يمكن على ماذا يكون الرهان في هذا الوقت في ظل هذه الموجة من التغيرات المناخية؟ أتحدث هنا سواء عن فيضانات، موجة الحر، الجفاف، هل يكون على سرعة الاستجابة والوعي من قبل المواطن أم يكون على سرعة اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل أي حكومة؟ على ماذا يكون الرهان وماذا يتوفر فيها في الدولة المصرية؟ يعني الرهان أنا أولا على الحكومة أنها تفرض إجراءات وقوانين تلزم المواطن، لأن المواطن بطبيعته بيميل إلى الهوى، وبالتالي أما يكون هناك إجراءات ونظم بتحكم هذه الإجراءات وأطر بأن هناك إيجابيات يجب يعني الأخذ بها وسلبيات يجب مقاطعتها ومحاسبة المسؤولين عنها أيا كان الفرض هو إيه، فهذه طبعا إجراءات يجب على الحكومة اتخاذها. وطبعا بأرى أن المواطن بزيادة الوعي من خلال وسائل إعلام مختلفة المنتشرة خلال هذه الفترة لمؤتمر كوب 27 والمؤتمرات التي تعقد من خلال الوزارات والمستثمرين والحكومة والمواطنين، بأن يكون هناك زيادة في وعي الإجراءات المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية، زي مثلا مشروع 100 مليون شجره التي مبادره التي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه، يجب استزراع الاشجار المثمره التي تخدم الاقتصاد، التي تخدم المواطن في الغذاء، وعدم استزراع اشجار غير مثمره
أي نعم كلها مناطق خضراء بتساعد على إنتاج أكسجين ضروري للحياة، ولكن يجب أن يكون هناك أيضا أكبر استفادة بقدر الإمكان واستغلال التنمية بأكبر قدر كبير، لأن هناك في ندرة حتى في الثمار. يعني ما نقول مثلا إحنا محتاجين نوعية من الثمار معينة زي الموز بيحتاج كميات كبيرة من المياه، يبقى بلاش نزرع موز ونزرع مانجا، أو مثلا الأرز محتاج كميات كبيرة من المياه، يبقى ما نزرعش أرز ونزرع قمح وذرة وراء الناس. هذه المنظومة أو الآلية التي تعمل عليها الدولة المصرية في هذا الوقت. دكتور علي قطب أستاذ المناخ، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الإضافية، شكرا جزيلا حضرتك دكتور.